هذا رغيف، هذول 500 ليرة، هذول 500 ليرة لابني هذا رشيد ما بيعدوه، هذول ما بيشبع فيهم. اذا بدي اكل بيض 6 بيضات حقهم 2400 ورا، اذا نحن ثلاثة بالبيت، كل اذا كل واحد بيضتين حقهم 800 ورا، 2400 ورا، وبدي خبز ب 1000 ورقة، وجبة واحدة 4000 ورقة بتكلف. كيلو الشاي عمره ما صارت، كيلو الشاي مع محسن حقه 50000 60000 ليرة كيلو الشاي. هدول الشايات حقه 500 ليرة، هدول 500 ليرة، هدول الشايات عمره ما صارت. هالوضع تبعنا لك شيء بيطعي، والله العظيم نتمنى نموت، والله كل يوم وقت نوم بقول ان شاء الله يجي شيء صاروخ فامني يموتني واخلص من عيشه. لك الوضع كثير سيء، ما عندنا شيء بيعه. امبارح حرقت هدول الحاف حرقته هون لحتى ساويت، لحتى طبخنا هدول، منلوث هدول من الطريق، منلوثوا لحتى نحرقهم بالصوبيا، هدول منلوثوا من الطريق لحتى، وكل العالم هيك 85% هيك العالم بلقوتهم من الطريق لحتى يحرقوا ويساوي طبخه، يساوي لقمه. في ناس عم تبكي من جوعها بهالولاد، في ناس بتقتل اولادها، الولد بيقول له والله جوعان، والله لك بدي اكل، يقول لك هلا بعدين بنجيب، ما معنى نجيب، بكره بندبر. وهلا في ناس بتنام بلا اكل، والله العظيم لا حول ولا، والله في ناس بلا اكل نايمه، وجبه ما بيحتاجوا يجيبوها ياكلوها. هاي حاله كثير صعبه، نحن ثلاثه بالبيت ما عم نحسن ندبر حالنا، كيف اللي عنده 5 اولاد